السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخنا، الحمد لله. في صديق ليا هو كان معتقل، ولما خرج من السجن رفض ان هو يشتغل، لانه يعني بقى بيفكر في حاجات كده غريبة، منها انه لا يجوز التعامل بالعملات الورقية. يعني ماذا ما حدث له؟ هو منتظر فتوى منك. هو يعني لا، قل له يجوز التعامل في العملات الورقية، وما المانع؟ هذا السؤال. تمام سمعت. وتتعطل مصالح الناس بالتخلف عن ذلك.